تج سوف يعتبر نقلة نوعية في تقليل تكلفة طلاء الواجهات الخارجية، إذ أنه إذا نظرنا إليه من حيث مقاومة العوامل الجوية، فحسب ما ورد في اللقاء فإنه يتحمل مختلف العوامل الجوية من أمطار ورياح ودرجات حرارة مختلفة، وبالتالي هو يعني يعتبر أقل تكلفة في طلاء الواجهات من الكلادينج أو الرخام أو الحجر أو أي مواد أخرى. فهذا من ناحية الهندسة القيمية، فإنه سوف يؤدي إلى تكلفة قليلة جدا في الإنشاءات بإذن الله تعالى. بصراحة كان المنتج كثير جيد، وبتوقع أنه هو عم بيخلي دائما شركة الجزيرة في تطور أفضل، وعودتنا شركة الجزيرة دائما على أن تقدم شيء كويس، وكل سنة إن شاء الله ملك العام بخير بهذا التجارب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سعدت في هذا المساء الجميل بالحضور مع الإخوة للاحتفال بالمنتج الجديد ظلال. الحقيقة أن دهانات الجزيرة لها إبداعات عديدة وابتكارات وتجديدات معروفة لدى الجميع، فنشكر دهانات الجزيرة على هذا الإنجاز، ونشكر الشيخ عبد الله رميح وأسرة رميح عموما، وشكرا للجميع، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا مدير عام شركة هديل الإعمار، طبعا أحد الشركاء لشركة دهانات الجزيرة. أنا أشكر الشكر الجزيل لدهانات الجزيرة على المنتج الجديد ظلال. حقيقة شركة الجزيرة دائما وأبدا هي السباقة في المنتجات المتميزة التي لها دائما وضع مختلف في السوق ومع كثير من العملاء، وهي مطلوبة. أشكرهم شكر جزيل على هذا المنتج، ونتمنى منهم المزيد والمزيد في الأعوام القادمة. شكرا. منتج ظلال حقيقة منتج أتى يلبي حاجة دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، نظرا للظروف الجوية المتقلبة حقيقة والحارة جدا صيفا، الباردة شتاء، خاصة في جو مثل الرياض. حقيقة بمنظره الخارجي بأغراض الديكور، وأيضا نوع العزل المائي الذي يقاوم العوامل الجوية، مقاومة الرائعة للأشعة فوق البنفسجية، كل هذا يؤهله لأنه إن شاء الله يكون منتج قوي وفعال واقتصادي أيضا في نفس الوقت. حمدان سعد الحمدان، رئيس لجنة المقاولين بمنطقة الباحة وعضو مجلس الغرفة السعودي بالرياض. سعدنا جدا بحضورنا لمشاهدة المنتج الوحيد ظلال لشركة الجزيرة، ونفخر أيضا بوجود المصنع السعودي الوحيد في هذه المملكة، ونشكرهم جميعا، ونرجو أن يكون هذا المنتج هو من أفضل المنتجات في المملكة، كما نرجو من الشركة النظر بعين الاعتبار لتخفيض أسعار المنتجات، حيث أنها لا نشك بأنها جيدة لكن أسعارها نشعر بأنها أعلى من غيرها، وصلى الله على محمد. والله بالنسبة للحفل اليوم بتشين المنتج الجديد ده مش غريب على دهانات الجزيرة، فدهانات الجزيرة دائما بتفاجئنا بما هو كل جديد في السوق. فبسم الله ما شاء الله، يعني النهاردة المنتج مش محتاج أن أنا أشرحه، بيتكلم عن نفسه، فعلا حاجة جديدة، تقنية جديدة. أتمنى الناس تستمتع بالمنتج الجديد دوت. شركة دهانات الجزيرة غنية عن التعريف،
عرفت بإنتاجيتها العالي وبجودة إنتاجها على مستوى المملكة وخارج المملكة. هذه الشركة الوطنية العملاقة استطاعت بخلال فترة السنوات الماضية أن تحلق في عالم الألوان وفي عالم البانوراما من الدهانات المختلفة ولكافة المجالات التي يستخدمها الإنسان داخل المنزل أو خارج المنزل. حقيقة شركة دهانات الجزيرة من خلال مطالعاتي ومن خلال متابعتي لإنجازاتها فإني أرى بأنها تنافس الكثير من الشركات العالمية من الدنمارك ومن هولندا ومن إسبانيا والبلدان الأوروبية الأخرى. فالمملكة هنيئاً لها بهذه الشركة الوطنية العملاقة ونتمنى لها دائماً مزيد من التقدم والتطور في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بالنسبة لدهانات الجزيرة، طبعاً من مصانع الدهانات نسميها العريقة في المملكة العربية السعودية، والتي في الغالب جربناها سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو على مستوى الأفراد، سواء في الفلة الخاصة أو في المشاريع الحكومية المشاريع الكبيرة. وأثبتت فيما في وجهة نظري أثبتت دهانات الجزيرة وجودها وجودتها، ويلاحظ تطورها من فترة لفترة. وقد تشرفنا خلال السنة الماضية في تدشين 2 من المنتجات في هذه الصالة، وبحكم عملي كمهندس قمت بزيارة للمصنع في 5 مشيط. طبعاً قابلت الأونرز الأخ الوالد سعود، أبو الأخ عبد الله، وأخيه أنا ما أذكر اسمه، وفعلاً قابلونا بالحفاوة والإكرام وعملنا جولة على المصنع في الخميس وعلى المنتجات، وقابلنا كثير من الموظفين وعلى اللاب الفحص اللي يتولى فحص المواد، وساعدنا بمقابلتهم وحتى طلبنا منهم بعض المنتجات اللي ربما ما تكون موجودة متوفرة بشكل عام، اللي هي على القطاع الصحي واللي هي تسمى نسميها الانتي فايروس، وهذه تستخدم في العمليات وفي غرف العناية المركزة، غرف العزل في المستشفيات. وعدونا انه هالمنتج ان شاء الله يكون متواجد، فاحنا كجهة في وزارة الصحة مسؤولين عن المشاريع نطلب توفير المادة او الدهان اللي هو خاص بالانتي فايروس سواء في العناية المركزة او الغرف العمليات، واتوقع انه موجود لانه قبل سنتين وعدونا بتوفيره. الليلة كانت لقاء جيد وحفلة وتدشين للمنتج الجديد بطريقة جيدة، ونتمنى لدهانة الجزيرة كل توفيق في دعم نهضة الإنشائية المعمارية والنهضة العمرانية في المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، أرى أنه شيء طيب أن دهانة الجزيرة تفكر في دهان ديكوري خارجي، لأن هذا النوع من الدهان الديكوري للخارج افتقد في وسط صناعة الدهانات، فهذا الابتكار يغطي منطقة مهمة في موضوع الدهانات. ودهانة الجزيرة المتابع يرى أنهم مجال التطوير والأبحاث جيد، فهم دائما يأتون بمنتجات جديدة ومنتجات مطورة، ونشكرهم على ذلك. ودهانة الجزيرة مستخدمة عندنا في المشاريع الحكومية ومعتمدة، هو منتج وطني جيد، ونشكرهم على التطوير على برنامج التطوير والأبحاث وبرنامج التدريب
للفنيين لتطبيق المعايير الصحيحة في مجال الدهانات، وشكرا لكم.